فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة جايين نكمل كلامنا في أولى حلقاتنا مع سلسلة ألف ب التزام. يعني ايه الف ب التزام؟ ببساطه شديده جدا زي ما كنا بنتكلم المره اللي فاتت في الحلقه الاولى ومن كلام في المقدمه، ان احنا جايين نتكلم مع مين؟ جايين نتكلم مع شباب ممكن يكون في الغالب ممكن يكون يعني واقع في غفله بعيد شويتين ثلاثه، او حتى ملتزم وفي بدايه التزامه. فعايزين نقول طب ايه الطريق؟ ازاي ارجع؟ ازاي اصحح المسار؟ ببساطه يا شباب، احيانا كتير ممكن يبقى الواحد ماشي في الطريق وبيظن ان هو ماشي مظبوط، ماشي في الطريق مظبوط، مسافر اسكندريه وانا محدد وجهتي ان انا مسافر اسكندريه صحيح وعايز اسافر اسكندريه، بس في الطريق الكاوتش ضرب، كاوتش العربيه ضرب، نزلت اصحح الكاوتش، نزلت اصلحه، لقيت حد بيسالني هو اسكندريه كده بتاكد منه من الطريق؟ لا اسكندريه مش كده، اسكندريه مش كده خالص، اسكندريه العكس، يعني مطلوب مني اعمل ايه؟ لا حضرتك هتلف وتعمل يوتيرن وترجع تاني تصحح مسار. دي فكره الالتزام. الالتزام احيانا ممكن الواحد يبقى مثلا بيقول انا بصلي، ايوه بس هو بيعمل محرمات كتير، لا هو مش فارق معاه، هو بيصلي، وبالتالي بقى عنده اعتقاد خاطئ ان هو النهارده انا بصلي، ده انا النهارده مثلا ليا ورد من القران او انا بقرا القران حتى فانا كده تمام. لا، مش معنى ان انت بتعمل مثلا بعض الامور الصالحه، او احيانا برضو من الحاجات اللي هي صعبه جدا ممكن واحد يظن ان هو طالما انه بيتصدق بيدفع مثلا فلوس صدقه مثلا بيكفي الاسره، بيدفع لحد حاجه مسكين لما حد يبقى محتاج حاجه بيديله، بيظن من نفسه ان هو كده تمام، حتى لو شرب مخدرات، لو كان ليه علاقات محرمه، لو عمل اي حاجه حرام مش مشكله، بس هو بيتصدق، اصل هو بيصلي، يقول ده انا بصلي الجمعه، ده انا بصلي في المسجد، ده انا احيانا بصلي، ده انا احيانا بتصدق. فده بيبقى من تلبيس ابليس علينا، ان هو يجي يهيئ لك او يخليك تتخيل ان انت كده تمام، طالما بتعمل شويه حاجات حلال مش مشكلة يعني ان انت واقع في شوية حاجات حرام. فاحنا جايين بقى هنا في ألف ب التزام نقول طب احنا عايزين نصحح مسار، هعمل ايه؟ المفترض ان انا النهاردة بدأت ادرك، وانت قاعد بتسمعني دلوقتي اكيد انت عارف ان البرنامج ده يعني برنامج جاي بيخاطب الشباب بشكل بسيط باسلوب شبابي بسيط، بيتكلم عن الدين. فكل ان انت اصلا قاعد دلوقتي او انت حضرتك قاعدة دلوقتي بتسمعيني، يبقى انت عندك همة وانت عندك هم ان انت توصل لله. طالما انت قاعد بتسمع دلوقتي يبقى انا واثق كده باذن الله ان انت ايه، حابب ان انت تصحح المسار لله. ايه اللي حصل؟ حضرتك عندك 20 30 سنه دلوقتي، يمكن 40 سنه كمان، وبدات تفوق من الغفله، بدات تقول لا انا مش هكمل كده، انا مش هكمل مع صحابي بنفس المنظر ده، انا لازم اصحح المسار. عشان اصحح المسار ويبقى عندي فقه استدراك وابدا بقى استدرك ما فات واستدرك ما هو ات، هعمل ايه؟ اول حاجه لازم اعملها، اول حاجه ان انا ادرك ان انا في مشكله. عشان كده دايما يقولوا ان بدايه حل اي مشكله في الدنيا، اي مشكله حلها يبدا منين؟ ان انا ادرك اصلا ان انا في مشكله. يعني ايه الكلام ده؟ هتخيل كده ان انت مثلا مفاتيح عربيتك ضاعت مثلا، او مفاتيح شقتك ضاعت، طول ما انت ما روحتش لسه للبيت تفتح الباب انت مش مدرك ان انت في مشكله. امتى هتدرك انك في مشكله؟ لما توصل عند باب عربيتك او باب بيتك وتيجي تدور على المفتاح ما تلاقوش في جيبك، تقول اه ايه ده، هو فين المفاتيح؟ في اللحظه دي انت بدات تدرك ان كده في مشكله، وبناء عليها تبدا تفكر انك تحل المشكله. طول ما انت شايف ان انت تمام وشايفه ان انت تمام واحنا بنعمل خير كتير، وبس انا عندي شويه لخبطه في الصلاه، ده انا عندي لخبطه بس في صحبه مش كويسه، ده انا لو هي كده لا، راجع نفسك، لازم تدرك انك في مشكله. عشان كده بنقول الف ب التزام، احنا في اشد الاحتياج لالف ب التزام. لو الف ب مش مظبوطه ودخلت على الالتزام كده مباشره من غير ما اخد القواعد واخد التدرج الطبيعي للالتزام، انا كده بقى في مشكله عندي كبيره جدا. مش كده بنقول في الف ب التزام هنصحح اللي فات، هنستدرك ما هو ات، هنعمل ايه يعني؟ تعالوا نقول الخطوات، ايه المفترض ان انا اعملها عشان امشي صح. بس قبل ما نقول الخطوات عايز اقول حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ في تصحيح المسار الاول ان انا هادرك ان انا ايه، انا كنت رايح اسكندريه واكتشفت ان انا ده اتجاه اسوان، يبقى انا عايز اعمل ايه؟ اول حاجه هقف، تاني حاجه هبدا اصحح مسار، هبدا اعمل يوتيرن، هقلل سرعتي وهقلل بقى خالص وهوقف الذنوب والمعاصي اللي بعملها عشان ابدا اصحح مسار واعمل يوتيرن في الايه، في الطريق.
الطريق السليم، الطريق الصحيح، وابدا اخد سرعتي بقى بعد كده. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. ايوه انا هسارع في الخيرات ازاي وانا ماشي غلط اصلا؟ يبقى بدايه الكلام لازم اصحح المسار الاول، عشان ابدا انطلق بالله لله سبحانه وتعالى في طريق سليم. عشان كده يا شباب واحنا بنقول اهدنا الصراط المستقيم، انت محتاج تقف مع نفسك وتقفي مع نفسك وتسالي يعني اعمل ايه. تخيلوا كده ان اهدنا الصراط المستقيم بنقولها 17 مره في اليوم والليله، 17 مره، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، 17 مره بنقول اهدنا الصراط المستقيم. بس قليل منا قوي اللي وقف مع نفسه واقفه وفكر ايوه يعني اعمل ايه، المطلوب مني اعمل ايه. فلو انا صادق فعلا في اهدنا الصراط المستقيم، ولو انا صادق فعلا في الوصول لجنه الرحمن الرحيم، لازم ابدا اسال بجد ويبقى عندي همه بجد ان انا اصحح المسار لله سبحانه وتعالى. يبقى تاني، لو انا عايز استدرك على نفسي اللي فات محتاج اعمل ايه؟ عندي خطوات اساسيه. اول حاجه هدرك ان انا في مشكله. تاني حاجه هبدا اوقف في النزيف، مش هينفع افضل مكمل بقى دايس بنزين في راح اسوان وانا بقول لا انا رايح اسكندريه، لا الناس قالوا لي انت كده ماشي غلط. انا اكتشفت ان انا ماشي غلط، يبقى ما ينفعش ان انا افضل دايس بنزين في الطريق الغلط، يبقى لازم اصحح المسار وهبدا انطلق لله سبحانه وتعالى. طيب هنيجي بقى نقول حاجه مهمه قوي. طب انا عايز التزم، ده جزئيه مهمه جدا لازم نفكر فيها. انا عايز التزم، انا بحب ربنا على فكره، على فكره احنا كلنا بنحب ربنا، بس في واحد بيحب ربنا صح وفي واحد بيحب ربنا غلط. يعني ايه بيحب ربنا غلط؟ زي تنفع؟ اه ينفع طبعا، لان هنلاقي فيها علامات وامارات واحنا مع بعض في ألف به التزام وبنشرح طريق لله سبحانه وتعالى. هنجد ان في واحد ممكن يروح للموالد ولا يروح للاضرحه ولا يروح للقبور ولا يروح للاولياء الصالحين ولا يروح يسبح لغير الله ولا يطلب المدد من دون الله ولا ينذر لغير الله. هنلاقي في ناس وقعت في بدع وشركيات كتيره جدا، وهو لو جيت سالته قلت له هو انت بتعمل كده ليه؟ هيقول لك انا بحب ربنا. قلت له بس ده مش من فعل النبي. فين فعل النبي؟ فين فعل الصحابه؟ مش كده احنا مع بعض في ألف به التزام بنأكد دائما وابدا على ان ده طريق واضح لله سبحانه وتعالى، كتاب وسنه بفهم سلف الامه. قال تعالى للصحابه، قال تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه: فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يبقى الهدايه بان احنا هنلزم الركب. مش هاجي اقول بقى انا ماليش دعوه بقى بالصحابه وماليش دعوه بالافكار القديمه ويلا ده كلام عاف عليه الزمن، يا ده كلام تراث ارمي الكلام القديم. لا 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 لا, لا, لا خالص. النبي صلى الله عليه وسلم قال في القرون الأولى، القرون مهبط الوحي، منبع نور الوحي كتاب وسنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه. يبقى ازاي انا النهاردة اجي اقول انا النهاردة باحث اسلامي، انا داعية اسلامي، انا مفكر بتنجاني، وفي الاخر على ارض الواقع انا بعيد كل البعد عن السلف الصالح وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. مش كده احنا بنتعلم عقيدة وهنتعلم عقيدة ونتعلم توحيد، لان ده اصل البناء. عشان كده واحنا في ألف به التزام، قبل ما هقول يلا بينا هنعمل عمرة، يلا بينا هنعمل حج، يلا بينا هنتصدق، لا انا عايز الاصل، انا عايز الاساس. ايه هو الاساس؟ حضرتك لازم تتخيل كده ببساطة شديدة جدا ان كل واحد فينا كمسلم شجرة. شجرة يعني ايه شجرة؟ الشجرة دي ليها عشان تبقى تطرح ثمرة لازم تمر بمراحل. ما ينفعش ابدا ابقى انا منتظر التاجر الامين والمهندس الامين والمعلم الامين والحرفي الامين وهو اصلا ما تعلمش اصلا عقيده توحيد. ولذلك كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عارفين فعل النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ 13 سنه في مكه، 13 سنه في مكه والنبي صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب الصحابه العقيده والتوحيد. ضرب من الارقم 13 سنه النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في قلوب الصحابه العقيده والتوحيد ولا اله الا الله محمد رسول الله. عشان كده لما جه امر الهجره الكل هاجر، الكل امتثل، مفيش حد وقف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له لا يا رسول الله انا مش هاجر. ما حصلش. الكل من يستطيع الهجره هاجر، ترك ولاده وترك اهله وترك تجارته وترك حياته وغير حرفته. بعد ما كان مجتمع مكه مبني على التجاره هاجر لمجتمع مبني على الزراعه. ده عنده 30 40 سنه غير حرفته، غير مهنته. غير ليه؟ فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. كان صادق، كان مخلص لله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا فتح على القلوب دي اللي اتعلقت بالله، اللي اتبنت صح، اللي كان التزامها الف ب التزام صح بالعقيده والتوحيد. ربنا فتح على هذا الجيل فتوحات رهيبه. انتوا متخيلين ان ومن ينظر لحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يختبئ في غار ثور مع ابا بكر
ويقول له لا تحزن ان الله معنا. متخيلين يا شباب كده واحنا بنتكلم عن الدين ده، متخيلين كده لو احنا بصينا كده من فوق، عملنا كده زوم اوت كده وبصينا بايه، بمنظور الصقر، بصينا كده على النبي صلى الله عليه وسلم، نبي هذا الدين، وهو يختبئ مع صاحبه في الغار والمشركين يلتفون حول الغار، وسيدنا ابو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظروا اسفل اقدامهم لراونا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن ان الله معنا. اللي ينظر في اللحظه دي يقول ده دين ايه؟ ده دين ضعيف، ده رسول هذا الدين ونبي هذا الدين ضعيف، صح كده؟ لكن ابدا ابدا، بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم، بعد اقل من 10 سنين، النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان مختبئ في غار ثور بعد اقل من 10 سنين يخاطب ملوك العالم اسلموا تسلموا. ايه ده؟ ايه العزه دي؟ ايه القوه دي؟ ليه؟ هو ربنا ناصر هذا الدين اصلا، الا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. فده أمر مهم جدا جدا يبقى واضح بالنسبة لنا، المعنى ده مهم. عشان كده أنا مش عايز بس مجرد التزام، التزام بس ظاهر، لا لا لا، أنا عايز باطن وظاهر، عايز سمت ظاهر مع باطن، مع أعمال قلوب، مع حمد ومحبة وشكر وخوف ورجاء وتقوى لله سبحانه وتعالى. الكلام ده هيجي إزاي؟ مش هيجي إلا إذا كان البناء صحيح. طب هنبني البناء الصحيح إزاي؟ ده مفيش اصلا مشايخ، ده مفيش علماء، ده وكأن الامه الاسلاميه خلاص ما بقاش فيها علماء للسنه، ومفيش مشايخ، وكلهم بنشتمهم وكلهم بنقدح فيهم ولا حول ولا قوه الا بالله. لا، في علماء للسنه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي الله بامرهم كذلك، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي علماء، طبعا في علماء، طبعا في علماء، وفي كل مكان وفي كل زمان حتى ياتي الله بامره. طيب عايز اقول ايه؟ عايز اقول تاني، ارجع للمعنى اللي انا كنت بتكلم فيه لو كنت نسيته، اتكلم على ان المسلم كالشجره، جذور الشجره العقيده والتوحيد، ده اصل الشجره. طب والشجره هي ايه؟ هي الشريعه والفقه. طب وثمره الشجره؟ المعاملات والاخلاق. وثمره الشجره انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. قبل ما نتكلم يا شباب على الاخلاق ونتكلم هو ليه ما بقاش فيه رحمه، وليه ما بقاش فيه تآلف بين الناس، وليه ما بقاش فيه ود، وليه ما بقاش فيه، وليه ما بقاش فيه، وليه بقى فيه خيانات، وليه بقى فيه كذب، وليه فيه غدر، ليه؟ قبل ما تسأل الأسئلة دي اسأل على جذور الشجرة. ولذلك قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة ايه كشجرة طيبة ها أصلها ثابت وفرعها في السماء. يبقى البداية عقيدة وتوحيد. وهرجع تاني وأقول ورد على الشباب اللي بيقولوا ما فيش مشايخ للسنة وما فيش علماء للسنة، أنا بقول لك الكلام ده باطل باطل باطل، فيه علماء للسنة وعلماء للسلف الصالح يتبعون السلف الصالح. طيب بس هقول لك حاجة تانية يا سيدي، أنت شايف إن ما فيش مشايخ ما فيش علماء، طيب خلاص تعال نرجع أنا وأنت للأسوة، تعال أنا وأنت نرجع للقدوة. مين ده؟ حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير. لو أنت بتقول إن مفيش علماء ومشايخ، طب خلاص تعالى نرجع للنبي، أنا وأنت متفقين، تعالى نرجع للنبي، تعالى نشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة وهو القدوة صلى الله عليه وسلم بدأ إزاي مع الصحابة. بدأ بالعقيدة والتوحيد. يبقى منفعش بأي شكل من الأشكال أنا النهاردة أبقى عايز الجنة وأريد الجنة وأريد الثواب من الله وبقول أنا بحب ربنا وبعيد كل البعد عن فهم العقيدة وفهم الإيمان، فهم أركان الإيمان. وإيه هو الإيمان أصلاً؟ الصحابة كانوا يتعلموا إيه من النبي؟ الصحابة اللي القلوب اتعلمت إن بعد سنوات قليلة جاء أمر الهجرة فالكل امتثل، القلوب دي تعلقت بالله إزاي؟ القلوب دي كانت متعلقة بأسماء الله وصفاته إزاي؟ القلوب دي كان في قلبها اسم الرحمن الرحيم الغفور الشكور السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير إزاي؟ حاله كان مع الله إيه؟ هو ده اللي احنا عايزين نبدا بيه. مش كده احنا بنقول الف ب التزام، خد بالك ان هناخد الطريق ان شاء الله باذن الله ان شاء الله صح. بس عايز اقول حاجه ثانيه مهمه قبل ما تاخد معايا الرحله، احنا هنخوض مع بعض رحله كبيره جدا 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 ان شاء الله في تعلم التوحيد وتعلم العقيده. بس قبل ما تاخد معايا الرحله دي نصيحه من اخ، استخير تكمل معايا الدروس دي ولا لا. انا مش هفرح بان في شباب بيسمعوا وفي الاخر هو متشكك اصلا فيا وياخد مني الكلام ولا لا. لا لا، استخير. قال محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين، قال انظروا عن هذا الدين. ليه؟ استخيروا عن هذا الدين. ليه؟ لأن هذا الدين كبير، هذا الدين عظيم، فانظروا عن من تأخذوا دينكم.
انظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى لازم الإنسان يتفكر ويتدبر ويسأل ويستشير ويستخير الله، أسمع لفلان ولا لا. اليوتيوب يا شباب مليان دعاء بيتكلموا للنهار، وكل واحد فيهم لك أنا الحق أنا الحق. طب أنا أعرف منين؟ استخير الله سبحانه وتعالى. لو لقيت حد بيقول لك قال الله قال الرسول بفهم سلف الأمة، امسك فيه بإيدك وسنانك، لأن قلما من يتكلم بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. كتير هتجد ان في كتير بيقول لك انا داعي اسلامي ومفكر اسلامي، وتجد ان في ملايين بتشوفه، وبعد كده تلاقيه بيخضح في الدين وبيخضح في ثوبات الدين وبيخضح في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم وبيخضح في امهات المؤمنين. فتبقى انت واقف كده مستغرب، هو بيقول قال الله قال الرسول، ايوه صحيح، بس هو مش دي نيته، بيديك السم في العسل. تاني بناكد ان المسلم كالشجره، جذور الشجره العقيده والتوحيد، والشجره نفسها هي الشريعه والفقه، ثمره الشجره الايه؟ المعاملات والاخلاق. طيب هنيجي بقى لجزئيه مهمه قوي، احنا في الف ب التزام. انت متخيل كده ان الشيطان هيسيبك؟ متخيل ان الشيطان هيسيبك؟ استحاله. لاحتنكن ذريته لاقعدن لهم صراطك المستقيم. ليه؟ مش هيسيبك. هو يعلم يقينا بانه مخلد في النار، في الدرك الاسفل من النار. انت بقى عايز كمؤمن تدخل الجنه من اوسع ابوابها وتدخل الفردوس وهو يسيبك؟ ابدا والله، ابدا والله ما تحصل. ليه؟ هو كده ربنا سبحانه وتعالى قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ربنا قدر أن يبقى فيه ابتلاء في الدنيا، وربنا قدر أن يبقى فيه أمراض. هو كورونا ده يعني حتى لو من صنع البشر، ما هو بقدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى كل اللي احنا عايشينه في الدنيا ده بقدر الله أصلا، فالأمراض بقدر الله. ليه؟ يبقى ربنا بيقدر عليك المرض علشان تعود لله سبحانه وتعالى باسمه الشافي، اللهم يا شافي اشفيني شفاء لا يغادر سقما. ربنا بيقدر ضيق في الارزاق. ليه؟ عشان تدعو الله سبحانه وتعالى باسمه الرزاق، اللهم يا رزاق ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقدر اشياء حتى تظهر علينا اثار وصفات الله سبحانه وتعالى، وده هنشوفه مع بعض بقى في الحلقات اللي جايه باذن الله. عشان كده شباب تاني باكد على الف ب التزام. الشيطان مش هيسيبك، اوعى تظن ان الشيطان هيسيبك. ومن الحاجات المهمه جدا، عارفين فكره الالتزام ايه؟ فكرة الالتزام ببساطة جدا كأني أنا واقف على شط، واقف على شط. على فكرة هتلاقوا تشبيهاتنا كتير جدا، هتلاقي فيها رحلات برية بحرية جوية، لأن هي فعلا رحلة، هي رحلة. هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى هي رحلة، هي رحلة. فرحلة بقى المرة دي برية، المرة دي بحرية، المرة دي جوية، هي رحلة. عارفين تخيل كده واحد واقف على شط المية ونفسه ينزل المية، ليه؟ شايف في ناس سبقته، هو شايف في ناس برضو صالحين وفي ناس بتتقي الله وفي ناس سبقت نزلت المية، هو نفسه ينزل المية. فيعمل ايه؟ يقول طب بس لما اجرب كده اقرب من الشط خطوة بس بسيطة واحط رجلي في المية كده اشوف بس المية ساقعة ولا مش ساقعة ولا اخبارها ايه. تجد ان الشيطان يجي يعمل ايه؟ يزقه من ظهره زقة عنيفة جدا، يلاقي نفسه مرة واحدة دخل في الغريق، يلاقي نفسه مرة واحدة عمال ينده يا جماعة انقذوني انقذوني طلعوني من المكان اللي انا فيه ده. في مجرد ما الناس مد ايديها ليه وتطلعه على الشط يقول والله ما انا هلتزم تاني ابدا، ده انا كنت زي الفل، ده انا كنت تمام. اوعى تتخيل ان طريق الالتزام طريق بس مفروش بالورد. هو فعلا على فكره الطريق مفروش بالورد، بس بدايته صعبه شويه. ليه؟ لان لازم في اختبار، لازم هتبتلى في بدايه الطريق. هو انت صادق فعلا في الوصول لله؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هتبتلى في اول التزامك، هتبتلى. ها انت صادق؟ صادق فعلا ومخلص وعندك رغبة حقيقية في الوصول لله؟ اه صادق. طب هتبتلى، صابر، يلا كمل بقى، خلاص انت نجحت. ايه الكلام ده؟ الشيطان مش هيسيبك في بداية الطريق، مش هيسيبك في بداية الطريق. هيعمل ايه الشيطان؟ هيعمل حاجة مهمة جدا جدا جدا. يبقى الانسان لسه في بداية الالتزام وعايز يلتزم. امبارح اليومين اللي فاتوا كان لسه بيشرب مخدرات وعلاقات نسائية محرمة، وكان بيعمل حرام كتير جدا 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 جدا، وكان عايش حياة عادي في عادي في عادي، وكل أصحابه عاديين وكل حياته عادي في عادي. النهاردة قال لا أنا مش هكمل كده، أنا مش هكمل حياتي عادي بالشكل ده. أمال أنت عايز تعمل إيه؟ عشان كده كنا بنقول دايما، حتى في أماكن كتير دايما بذكر المثل ده، بقول كان اسمه عبد الله. عبد الله كلنا عباد الله، يعني عبد الله ده كل واحد فينا عبد الله، خلاص كده؟ كان اسمه عبد الله، عايش حياة عادي في عادي، بيعمل كل حاجة عادي، صحابه عاديين، كل حاجة حرام بيعملها عادي. كل الناس بتعمل كده، ما كل الناس بتتفرج على المسلسلات والأفلام وبتسمع موسيقى وبتسمع أغاني، كل الناس بتضيع أوقاتها للنهار في ماتشات كورة بالسنين، وكل الناس قاعدة بترتشي وبترشي، والمال الحرام في كل مكان، والبنات مش محجبة. فهو عادي، ما كل الناس بتعمل كده. فكان عايش حياة عادية. عبد الله جه في لحظة فاق،
قال لا 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 لا، انا مش هكمل كده، انا مش هكمل حياتي كده، اكيد ربنا خلقني لحاجه اسمى من كده، وحاجه اغلى من كده، وحاجه ارقى من كده، وحاجه اهم من اللي انا بعمله ده كله. فبدا يفوق وبدا ينتبه وبدا يصحح مسار. عشان كده الشيطان في اللحظه دي مش هيسيب عبد الله، لان اللحظه دي لحظه فارقه فعلا في حياه عبد الله. عارفين البحر الاحمر في كده ايه، مفترق طرق، اللي بيلتزم ده بيبقى في مفترق طرق، يا اما بياخد فعلا طريق الحق ويبدا ياخد الطريق مظبوط، يا اما ينتكس ويرجع تاني من حيث بدا. يعني ايه؟ يعني تلاقي الشيطان في الاخر مش هيسيبه، هيجي يقول له اشمعنى انت، اشمعنى انت تلتزم؟ طب اصحابك، اصحابك يقولوا عليك، اصحابك اللي كانوا معاك من 3 4 ايام من اسبوع دول يقولوا عليك ان انت تسيبهم، اشمعنى انت تلتزم وهم لا؟ هو كده ربنا عدل؟ طبعا ربنا عدل، هو ربك بظلام للعبيد، اوعى تشك ابدا، اوعى تشك ابدا ان الله سبحانه وتعالى عدل. الله سبحانه وتعالى عدل، كمال العدل، مطلق العدل، الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذره. لكن الشيطان هيشككه، يقول له اشمعنى انت مسلم وغيرك نصراني، اشمعنى ده اتولد يهودي وده اتولد بوذي، اشمعنى؟ هيبدا يدخله في اسئله تتعلق بالايمان بالقدر. عبد الله ضعيف، مش قادر يتحمل الشبهات اللي عماله تترمي على قلبه دي. يعمل ايه عبد الله؟ حاجه من الاثنين، يبدا يدور بسرعه بسرعه على شيخ سني، شيخ سلفي، يبدا ياخد بايده ويقول له تعالى معانا عبد الله، هو ده الطريق ان شاء الله، كتاب وسنه بفهم سلف الامه، ويبدا يعلمه الدين صح. فيبدا عبد الله يهدا ويسكن ويجاهد نفسه بقى ويكمل الطريق، او انه ما يتحملش، يقول انا مال انا بالكلام، انا كنت مريح نفسي، كنت بشرب مخدرات وعلاقات نسائيه محرمه وبعمل كل اللي نفسي فيه، انا مال انا ان انا مين بقى، ليه ربنا خلقني وليه؟ عشان كده بنقول به التزام. قبل ما نتكلم على الايمان بالقدر، تعالوا نرجع للاصل. ايه الاصل يا محمد؟ في حديث جبريل حينما ساله صلى الله عليه وسلم، حينما ساله جبريل عليه السلام يا محمد اخبرني عن الايمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وان تؤمن بالقدر خيره وشره. قبل ما تتكلم على الايمان بالقدر، قبل ما تتكلم على مرحله متقدمه جدا من الايمان، تعال الاول علق قلبك بالله، تعلم من هو الله، من هو الرحمن، من هو الرحيم، من هو الغفور، من هو الشكور، من هو العدل، من هو الرزاق ذو القوة المتين. تعلق بالله. لما هتتعلق بالله، لما نيجي نشرح لك بعد كده الإيمان بالقدر ونقول لك مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة ونشرح لك الموضوع، هتقدر تتفهمه. ليه؟ أصل أنت أصلا متعلق بالله. وده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة وهو يغرس في قلوب الصحابة العقيدة والتوحيد. خلاصة الكلام، إحنا هنبدأ مع بعض في ألف به التزام، طريق صحيح، طريق مهم جدا 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 لله. هنتعلم من هو الله، وهنتعلم في البداية لماذا خلقنا الله، ليه ربنا خلقنا، ايه اللي مطلوب مننا، ايه الوظيفة المأمور بيها الانسان. اخر حاجة بس هختم بيها، ان يا شباب الانسان عدو ما يجهل، وده نقطة مهمة جدا. الانسان عدو ما يجهل. يعني الانسان عدو ما يجهل، يعني ببساطة شديدة جدا، انت تبقى في بداية الالتزام عندك تخوف من الالتزام، انت خايف، هم مصورين لك كده فكرة ان ايه، ان الملتزم ده انسان ارهابي تكفيري تفجيري متخلف رجعي متشدد، ده اصلا ملوش علاقة بالحداثة، ملوش علاقة بالتكنولوجيا، ده انسان متخلف. لا، في اطباء ملتزمين، وفي مهندسين ملتزمين، وفي علماء ملتزمين، وفي دكاترة ملتزمين، فيش مشكلة خالص، فيش عندي تعارض ابدا بين العلم الدنيوي وبين التعلق بالله. بالعكس، ده الانسان لما يكون على خلق وعلى دين، لما بيتعلم علم دنيوي بيبدع فيه، لان فعلا بيكون مصدره ايمان بالله سبحانه وتعالى. فالانسان عدو ما يجهل، فما تخافوش، ما تخافش ابدا من الالتزام، ما تخافش ان انت تلتزم بدينك. طب مين المتشدد؟ يقول لك ده هيبقى متشدد. مين المتشدد يا شباب؟ المتشدد ده ببساطه شديده انسان بيحلل حرام وبيحرم حلال، فشد في دينه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شد الدين احد الا وغلبه، ما شد الدين احد الا وغلبه. يبقى المتشدد ده بنقول على انسان متشدد امتى؟ مش الملتزم هو المتشدد، لا، المتشدد ده اللي بيفتي الناس بجهل، اللي بيشد على دينه خطا، اللي بيحرم حلال وبيحلل حرام. عشان كده احنا مع بعض في الف به التزام، ان شاء الله باذن الله هناخد بايد بعض لله سبحانه وتعالى. نبدا من المره الجايه نتكلم على اول شيء لازم ابقى انا عارفه قبل اي حاجه، لماذا خلقنا الله؟ ليه ربنا خلقنا؟ يعني ان شاء الله باذن الله داوموا معنا بس الاستمرار في الحلقات، واستخيروا على انتم تكملوا معايا، ان شاء الله هتنبسطوا جدا. جزاكم الله خيرا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا وارض عنا وتجاوز عن خطايانا، الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وبارك على رسولك الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام،